السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد. هل حقا اعادة تشغيل الراوتر اللي هي يقفل الراوتر وافتحه تاني تساعد في حل مشاكل الانترنت؟ اصبح حديث الجميع وسخرية البعض عبارة عن اقفل حضرتك يا الراوتر فندم، وافتحه تاني او اقفل اعادة الراوتر تشغيل الراوتر وافتحه بشكل عام تاني. عند انقطاع الانترنت خاصة في مصر، حيث انها اول ما يقال لك عند اتصالك بخدمة عملاء اي شركة مزودة لخدمة الانترنت. وبشكل عام هذه العبارة تستخدم على مستوى العالم، ولكن ربما استخدامها بشكل اساسي ومتكرر وبدون وعي من جانب الملقي او المتلقي هو ما جعل منها مصدر سخرية. ولكن في واقع الامر بالفعل يجب او يمكن حل اغلب مشاكل الانترنت من خلال اعادة تشغيل الراوتر عبر فصل الراوتر لمدة تتراوح من 10 ثواني إلى 50 ثانية، ثم إعادة توصيله بالكهرباء مرة أخرى. ودعوني من خلال هذا الموضوع أن أقوم بتوضيح الأمر بشكل مفصل. في البداية أحب أوضح أنه أيوة، إعادة تشغيل الراوتر أو إعادة تشغيل أي جهاز ربما تساعد في حل المشاكل. وأجهزة الراوتر هي أجهزة تحتوي على نظام تشغيل وبروسيسور ومساحة تخزين وبوردة كغيرها من الأجهزة، وبالتالي فإعادة تشغيل جهاز الراوتر تساعد في حل مشاكل الراوتر بشكل عام. طيب لماذا يجب عليك الانتظار بضع ثواني قبل اعادة توصيل الراوتر بالكهرباء مرة اخرى؟ هذا الامر بسيط للغاية، حيث ان المكثفات على البوردة ربما تحتوي على بعض الكهرباء تكفي لابقاء الراوتر يعمل لبعض الثواني القليلة بعد فصله، وبالتالي فاعادة توصيل الراوتر على الفور ربما لا يفيد لان الجهاز لن يعاد تشغيله بالمفهوم الصحيح. ولكن الانتظار حتى تفريغ هذه الشحنات وفصل الراوتر تماما عن الكهرباء تفيد بالتأكيد. لذلك يجب أن تقوم بفصل الراوتر والانتظار بضع ثواني لمدة تتراوح من 10 ثواني إلى 50 ثانية لتفريغ الشحنات الكهربائية تماما قبل إعادة توصيله بالكهرباء مرة أخرى وبدء تشغيل الجهاز من جديد. طيب ما سبب حاجة الراوتر لديك إلى إعادة التشغيل؟ هناك مشاكل كارتفاع درجة الحرارة للراوتر والتي تتسبب في تهنيج، وفي بعض الأحيان يحدث تهنيج للراوتر فقط بسبب أن الذاكرة امتلأت. ولكن المشكلة الأساسية التي ربما تحتاج إلى إعادة تشغيل الراوتر لحلها هي أن الشركات المزودة أو المزودة لخدمة الإنترنت تقوم بتوفير ديناميك أي بي لكل جهاز متصل بالراوتر يتغير بشكل دائم وغير ثابت على عكس الستاتيك أي بي، وبالتالي فقد يتغير هذا الأي بي لأي من الأجهزة لديك في أي وقت، ولا يستطيع الراوتر أن يقوم بتوفير أي بي جديد بسبب تهنيج غير ملحوظ لك على سبيل المثال، وبالتالي في إعادة تشغيل الراوتر تساعد في حل هذه الأمور. وكذلك إعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر أو الهاتف المحمول أيضا في هذه الحالة، فربما المشكلة ليست من الراوتر ولكنها من الكمبيوتر ولا يستطيع قبول الأي بي الجديد. هناك العديد من المشاكل والأسباب الأخرى التي ربما تحتاج إلى إعادة تشغيل الراوتر لدي، ولكن بالتأكيد هذا ليس مبرر أن جميع مشاكل الإنترنت بسبب إعادة تشغيل الراوتر، فربما السبب في كابل الإنترنت أو الشركة أو الأجهزة الموجودة في السنترال لديك أو كابلات الإنترنت أو الراوتر لديك أصبح تالفا وغيرها الكثير من الأسباب. ولكن ربما تكون المشكلة بسيطة جدا لديك وفقط إعادة تشغيل الراوتر تكفي لحل هذه المشكلة. طيب هنوضح في السريع كده الفرق ما بين الديناميك اي بي والستاتيك اي بي. بالطبع قد سمعت عن هذه المصطلحات من قبل، واقصد بكلامي الستاتيك اي بي والديناميك اي بي. هل تعرف الفرق بينهما؟ هل تعرف ما هو نوع عنوان الاي بي التي تستخدمه؟ هل هو ستاتيك اي بي ولا ديناميك اي بي؟ ومن المسؤول عن اعطائك اياه؟ وما هي المميزات او وما هي مميزات وعيوب كل نوع فيهم؟ طيب بكل بساطة كده زي ما تعودنا هنشرح الفرق ما بين الاتنين دول اللي هما الستاتيك اي بي والديناميك اي بي، وفي نهاية الموضوع سيكون الجميع على دراية تامة وعلم كامل عما تريدون معرفته حول هذا الموضوع. البداية، ماذا يعني الاي بي ادرس في الاساس؟ باختصار شديد هو عنوان رقمي للحاسوب، وطبعا لو شرحناه بالتفصيل وقت يعني وقت الحلقة بتاعنا مش هيسمح وهيكون وقت الحلقة طويل جدا، فانا مش عايز اطول عليكم، فهحاول ان شاء الله يكون في حلقة تشرح ايه هو الاي بي والبورت والبروتوكول. المهم نرجع لموضوعنا، الفرق ما بين ستاتيك اي بي وديناميك اي بي. افتراضيا ودون اي تدخل منك، فانك عندما تقوم بالتقديم على خط انترنت لبيتك فانك تحصل من شركة الانترنت على عنوان اي بي متغير وهو الديناميك اي بي، والذي معناه انه عندما تقوم في كل مرة بعمل ريستارت للراوتر الخاص بك فتحصل على عنوان اي بي جديد من السنترال، بينما عنوان الاي بي الثابت لكي تحصل عليه فهي خدمة عليك طلبها من الشركة
ودفع مبلغ من المال للحصول عليها. ولذلك معظم الدول العربية غالبا ما تقدم عنوان اي بي متغير، اللي هو يعني الديناميك اي بي، مباشرة الى العملاء ولكل نوع من تلك الانواع مميزات وعيوب. مميزات وعيوب الاستاتيك اي بي: هو عنوان اي بي ثابت يتم تعريف جهازك به، وعادة لا يستخدمه المستخدم العادي بل يستخدمه الاشخاص في الاعمال الاحترافية كالسيرفرات وغيرها. ولعل من اهم مزايا هذا العنوان هو السرعة الكبيرة في تصفح الانترنت، ولذلك لان الموقع والخدمات او المواقع والخدمات التي تقوم بتصفحها تقوم بحفظ ملفات الكوكيز على جهازك حتى تتعرف عليك. ولأن عنوان الاي بي الخاص بك ثابت، فعندما تقوم بفتح الموقع مرة أخرى لن تحتاج إلى وضع الكوكيز مرة أخرى، وسيقوم الموقع بالتحميل بسرعة، وذلك لأن كوكيز التصفح موجود على جهازك بالفعل، على عكس الديناميك اي بي والذي يجب على الموقع وضع الكوكيز من جديد في كل مرة تقوم فيها بعمل ريستارت للراوتر. وبما أن هذا الاي بي ثابت لا يتغير، فإن المواقع وسيرفرات الويب تستخدمه كذلك، لأنه ليس من المنطقي أن يتغير عنوان موقع، وعندما يريد الزوار زيارته فيقومون بانتظار الاي بي الجديد الذي ستعطيه لهم. ولذلك فإن الشركات والسيرفرات والمواقع وغيرها من الأعمال الاحترافية على الإنترنت تستخدم الاستاتيك اي بي، بينما من أبرز عيوب هذا النوع هو معرض للاختراق، لأنه بمجرد معرفة عنوانك الثابت فيستطيع أي موقع بنشر برامجه الخبيثة إلى جهازك أو أي مخترق محترف الوصول إلى جهازك والتحكم فيه. طيب نشوف مع بعض كده مميزات وعيوب الديناميك اي بي. لابد من أن هذا النوع سهل الفهم الآن بعد شرح النوع السابق، وهو النوع الذي يأتي افتراضيا مع خط الانترنت، وبالطبع هو للمستخدمين العاديين وليس للأشخاص المحترفين والذين يهمهم ثبات الاي بي في المقام الأول. وأبرز عيوبه هو بطء التصفح. أما من أبرز مميزاته هو أنه يوفر لك جزء كبير من الحماية، فتستطيع تغيير عنوانك تماما بمجرد عمل ريستارت للراوتر، وكذلك لم يستطيع أي هاكر التحكم بك بسهولة. وكذلك من مميزاته عند التحميل من أي سيرفر للتحميل، ويجعلك تنتظر فترة من الوقت حتى التحميل الآخر، فيمكنك فقط القيام بإعادة تشغيل الراوتر والحصول على عنوان اي بي جديد، وبالتالي الدخول كشخص جديد الى الموقع او الى موقع التحميل. وبكده هنكون انتهينا من موضوع النهاردة، ولو في اي استفسار او سؤال ممكن تسيب كومنت على الفيديو. واخيرا سلام.